في الرحم ديالي، وكنت كنعالج في الرباط، وفي نفس الوقت كندخل المليليا باش كنخدم باش نقدر نكمل على العلاج ديالي. انا فاش كنت مشيت للرباط قالوا لي بلي خاصك 4 شهور وهذا تكملي الدواء وترجعي باش ديري عمليه، سينو غادي تكون لك كونسير وغادي ينتشر لك في الجسم ديالك كامل. انا كنت كنخدم هنا في مليليا، كنخدم كل خطره كان. صباحكم مبروك الاخوه الاخوات، عافاكم، بغيتكم تكملوا الفيديو حتى الاخر اذا كان بالامكان ديالكم كملوا الفيديو حتى الاخر، راه جد مهم. كذلك ما تبخلوش على هاد الناس بالبارتاج واللايكات، بقاو معايا اخوتي. السلام الله عليكم الاخوه الاخوات، معكم عثمان برسونه من جديد في موضوع جديد. خوتي خواتاتي كما العاده نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اخوان الاخوات اللي كيشاهدونا لاول مره، ما تنساوش تجيو معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. خوتي هنيئا هنيئا للصحفي حميد المهداوي، هنيئا للصحفي، هنيئا للزوجه ديالو، الابناء ديالو، العائله ديالو الكبيره والصغيره. حميد المهداوي خوتي كما كنعرفوا هذه 3 سنين وهو في السجن، واليوم يعني كان خبر مفاجئ للحرية حميد المهداوي اللي تحكم عليه ابتداء من صيف 2018 بالسجن 3 سنوات بتهمة عدم التبليغ عن جريمة تمس بسلامة وأمن الدولة، وبرر القضاء الاتهام بكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية جاءته من شخص يعيش بهولندا تحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حراك الريف. وبتاريخ 6 أبريل قضت محكمة استثناء بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، وكان المهداوي قد أدين من قبل بالسجن لسنة واحدة بتهمة الدعوة للمشاركة في تظاهرة غير مرخصة، وذلك إثر اعتقاله في مظاهرة بمدينة الحسيمة شمال شرقي المغرب صيف 2017. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش إدانة الصحفي المهداوي معتبرة أنها استندت إلى تهمة مشكوك فيها، ووصفت إدانة بأنها تفوح منها رائحة استخدام التعسفي للقانون ضد صحفي جريء. وقالت المنظمة آنذاك أن المحكمة لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهداوي، وهي أنه لكونه صحفيا معروفا يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن التصريحات كانت مجرد ترترة لا تستدعي تنبيه السلطات. وكين هنا المهداوي كيقول انه لم يكن مستهدفا في ذاته بما تعرض له من سجن، بل كان الشعب هو المقصود لمحاوله اسكاته، معتبرا انه يمثل ضمير هذا الشعب، وانه لم يكن يوما ضد البلاد ولم يوجه اليها اي اساءه. هادشي هذا كامل مزيان، غير هو كيقول لك هو كيدافع على الشعب. للاسف فعلا هو كيدافع على الشعب، والناس بحال هادو اللي كيكونوا كيدافعوا على الشعب عفوا دائما كيلقاو انتقادات. للاسف اخوتي طلعت على بعض التعليقات يعني في الصفحات اللي نشروا الخبر الحريه ديال السي المهداوي، واللي طار انتباه ديالي هو بعض التعاليق زعما للاسف يعني انسان بحال هذا يعني كيدافع على الشعب، وكتلقى يعني مجمل التعليقات كيهضروا على الزوجه ديالو واللباس ديال الزوجه ديالو. هنا كما كيقولوا الاسبان اباغا ايفامونوس، وهذا الشيء هذا الصراحه ديما كيوقع هادو اللي في الباب. يعني دابا امور بحال هذه كاينه بعض الناس اللي كيسميو يوتيوبرز او صحفيين ولا داك كيهضروا على مثلا على المواضيع بحال هذه انهم كيخلقوا الفتنه. شمن فتنه مثلا؟ شمن فتنه وانت كتهضر غير على ناس باغين غير يدخلوا لبلادهم؟ فين هي هذه الفتنه؟ واذا ما هضرتش عليهم انا وصحفي واخر شكون غادي يهضر على هاد الناس؟ شكون غادي يوصل الصوت ديالو؟ واش هاد الناس غادي يدفنوا تما؟ خليكم معايا وسمعوا هاد الرساله صح ديال واحد البنت اللي هي حاصله في مليليا المحتله، واللي كتبت واحد الرساله، وهاد السيده كتقول عيات ما تهضر مع شوف تي في ومنابر اعلاميه اخرى وما كيجاوبوهاش شي مره. وانا غادي نقرا لكم هاد الرساله الصراحه اللي هي مؤثره، وما فهمت انك تدافع او توصل الصوت ديال هاد الناس هادو كتخلق الفتنه.
سمعوا معايا الرسالة اللي كتقول: السلام عليكم، أنا فتاة أبلغ من العمر 23 سنة، عالقة بمدينة مليليا المحتلة، وأنا أعاني جدا بسبب ورم داخل الرحم، وكان من المفروض أن أجري العملية في شهر مارس المنصرم، وتم تأجيلها بسبب الجائحة. والبارحة تلقيت مكالمة هاتفية من الدكتورة المكلفة بحالتي، فأخبرتني بضرورة الحضور الفوري لإجراء العملية، وإلا سوف يتطور انتشار الورم، وحينها لا يمكننا إيقاف انتشاره أو التحكم فيه. فأخبرتها بأنني لازلت عالقة ولا يمكنني الخروج في الوقت الحالي بسبب عدم فتح الحدود البرية، لهذا طلبت منها أن تؤجل الموعد إلى حين خروجي. فأخبرتني أن حالتي قد تسوء إذا لم أجري العملية في موعدها المحدد، وقد سبق لي أن ذهبت إلى طبيب بمدينة مليليا فأخبرته بما أعانيه وشرحت له الوضع، وأخبرني بأنه لا يمكن له مساعدتي، بل يجب علي أن أعالج في المغرب، لهذا أطلب من كل الجهات المسؤولة أن تراعي ضميرها وتجد لنا حلا أجل لنخرج من هذا الكابوس الذي لا ينتهي، وأمل من الله أن تحسوا بنا، وأمل من الله أن تحسوا بنا وترحمونا، والله ولي التوفيق وشكرا. وهذا السيدة صيفط لي يعني تصاور ديال هذا الشيء اللي كتقول، وكتقول لي صيفطت هذا الشيء لشوف تي في ومنابر إعلامية أخرى، وحتى شي واحد ما كيرد عليا. وخليكم مع هذا الإماخينيس اللي صيفط لي هذا البنت، طلب الله يشافيها. يعني كيفاش حالات بحال. وكذلك هنا واحد السيدة عاود من الصين اللي كتقول لي: السلام عليكم، انا سيدة عالقة في الصين، انا وبناتي، واحدة يعني عندها 7 سنوات والاخرى عندها عام واحد، والزوج ديالي، نحن عالقين الان اكثر من 6 اشهر، ونفذ منا المال، وانا حامل في الشهر 8. اتصلنا بالقنصلية مرارا وتكرارا، وبعثنا لهم جميع الاوراق حتى التزام وبدون جدوى. عندي واحد اوديبون يعني كتقول عندي واحد الجهاز الصوتي اللي باغا تصيفطو لي. يعني كيفاش اخوتي كيفاش ما نوصلوش الصوت ديال نتوما؟ شو بحال هاد الفتاه اللي مسكينه عندها ورم في الرحم ديالها، وهي محبوسه تما وموقفه على العلاج، وهذا يعني عنده واحد الخطر كبير على الصحه ديالها. اللي ما فهمتش انا يعني في الفوج الاول من خرجوا ديك الناس المره الاولى اللي كانت توفات ديك السيده تما، باش كانوا خرجوا ديك الناس، ما فهمتش انا بحال هذه يعني علاش ما عندهاش اسبقيه انها تخرج، وخرجوا يعني شباب. هاد المشكل هذا يعني وقع في جميع الدول، يعني فين كانوا الناس عالقين، يعني كان تمييز داو الناس، داو شباب صغار، خلو ناس مسنين، خلو ناس عندهم امراض مزمنه. ومن هذا المنبر كذلك بغيت نترحم على واحد السيد اللي هو توفى هنا في اسبانيا، حتى هو كان عالق وكان مصاب بالسرطان، الله يجينا ويجيكم، وحتى هو توفى مسكين السيد هو هذا. وهذا السيد ما ترحلش وترحلوا ناس اخرين، يعني هاد الامور هذه كامله وما نهضروش عليها. وكذلك نخليكم مع واحد الفيديو نهار البارح من سبته المحتله لواحد الشاب يعني خارج بالعوم، حتى هو خليكم يعني هادشي هذا كامل وما خصناش نهضروا، والا راه حنا كنخلقوا الفتنه وكتلقى تعاليق اللي كيشخصنوا واللي كيسبوك غير مجرد انك باغي توصل الصوت ديال هاد الناس. وخليكم دابا مع التسجيل الصوتي ديال هاد البنت اللي كتحكي فيه كلشي. السلام عليكم اخويا. المهم انا كيف ما قلت لك في الاول، انا كنعاني بواحد المرض اللي عندي في الرحم ديالي، وكنت كنعالج في الرباط، وفي نفس الوقت كندخل لمليليا باش كنخدم باش نقدر نكمل على العلاج ديالي. انا فاش كنت مشيت للرباط قالوا لي بالله خاصك 4 شهور وهذا تكملي الدواء وترجعي باش ديري عمليه، سينو غادي تكون لك كونسير وغادي ينتشر لك في الجسم ديالك كامل. انا كنت كنخدم هنا في مليليا، كنخدم كل خطره كندخل كنمشي للرباط وكنرجع نجي نخدم، يا ابخي حتى
قال لك بلا الحدود راه ما تجدد تفتح اكثر. حصلنا هنايا المشكله انهم ما علموناش قبل، علمونا حتى 12 الليل وحنايا ما يسمحناش، اخلاقنا ما تسمحناش نخرجوا للزنقه في 12 الليل. بقينا هنا قلنا ربما واحد السيمانه غادي تفتح، بقينا هنايا. انا دركي كنعاني بمشكل، كان عندي نزيف، كنبقى شهر كامل كنزف، كنخوى من الدم، كنسخف، وفاش كنمشي للسبيطار هنايا تاع كوماركا كيقولوا لي ما نقدروش نعالجوك، خاصك فلوس. انا ما عنديش فلوس، لحقاش العيشه هنايا غاليه بزاف وخدمه قليله، وكيقول لك ما عندنا ما نديرو لك، يا اما تخلصي يا اما تمشي للمغرب. كيفاش حنا نمشيو للمغرب باش نتعالجو وانا وحنا الحدود مبلعه؟ يعني اش غادي نقول لك، واحد الظروف كنمروا بها اللي صعيبه بزاف بزاف بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما الحمد لله يا رب الحبيب. كملت لي الهضره والله العظيم، عييت كنهضر، عييت، هضرت مع نادور سيتي، هضرت مع شوف تي في، صيفطت لهم، ما خلي درت اكثر من الجهد ديالي. بصح لا اله الا الله محمد رسول الله. لي فوتو اللي صيفطت لك ديال الدوسي ديالي ديال المرض ديالي وداكشي اللي عطاتوني الدكتوره ديالي بغيت تنشرو، انا ما عنديش مشكل، لحقاش ماشي شي حاجه ديال الحرام ولا شي حاجه اللي كذوب، حنا كنقولوا غير الحقيقه وما كنطلبوا من الحكومه حتى شي حاجه، حنا كنطلبوا نرجعوا لبلادنا عند والدينا، هذا ما بغينا، ما بغينا منهم والو، وما غادي يخلصوا علينا لا ترونسبور لا طياره لا حتى شي حاجه، عندنا ربع ساعه انهم يفتحوا لنا نخرجوا على رجلينا، ما طالبين منهم حتى شي حاجه. انا هضرت معك اخويا باش تنشر هذا الشيء، لحقاش كنشوف لي فيديوهات ديالك كيتنشروا بزاف، انا بغيتك تنشر هذا الشيء ديالي هذا، وربما ان شاء الله يكون خير، واسمح لي بزاف وشكرا. انا مشيت للكوماركا لحقاش انا كنخوى من الدم، مشيت للسبيطار ميتة ما فيا نقطة ديال الدم، قالوا لي خاصك تخلصي، انا ما عنديش باش نخلص، قالوا لي خاصك تمشي للدكتور اختصاصي، قلت لهم انا ما عنديش باش نمشي للدكتور اختصاصي. هضرت مع واحد الفرملي تما، هضر لي مع واحد الدكتور، داروا لي تحاليل، عطاوني زادوا لي الدم، زادوا لي الدم، فاش دوزوا لي وهذا قالوا لي ما عندنا ما نديرو لك، خاصك تشوفي الدكتور اختصاصي ولا خاصك تخلصي، روحي للمغرب. قال لي انت من المغرب، روحي للمغرب. شنو غادي ندير؟ زادوا لي الدم، خرجوا لي واحد الكنينه اللي توقف لي توقف لي الدم، صافي هذا ما عطاوني ومشيت. يعني ما كاينش حل. انا هضرت مع بزاف ديال الناس هنايا ودرت بزاف ديال المحاولات، بصح انا بغيت نخرج لبلادي، انا من حقي نمشي لبلادي، من حقي نمشي نعالج. فين كنت نعالج قبل؟ انا ما طلبت منهم هنا والو، طلبت منهم يحلوا لي نمشي لبلادي. خوتي كما سمعتوا هذا الشيء والله حتى كيألم وكيضر في الخاطر. انا دائما غادي نبقى نبارطاجي حتى يتحل هذا المشكل، حتى يلقاو حلول لهاد الناس كاملين، هاد العالقين والناس اللي فتهم ليا اللي في الباب اللي جايبين شهور. وكما قلتكم دائما دوزوا رمضان، العيد الصغير، دابا هو جا العيد الكبير، حرام وباقي الناس يعني كيخرجوا بالعوم من والناس كيخرجوا بالعوم من سبته، من مدينه سبته المحتله. عم بغي عم بغي شحال صافي ما عايش برواش. لا حق هو عوم، هو عوم ماشي هو من ما عمشي مورا الكور ديال سيفيل، من ما عمشي مورا الكور ديال سيفيل خارج خارج ما عمشي مورا، عنده تيسي حق تسيب بعيد، تسيب بعيد باينه كيعرف يعوم صح، تسيب بعيد فيها جسمه هناك. بعد 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 قلت هو عثر مسكين، عثر على ديك الشيء قالوا عليه اللي تبروها عثر. لا لا حق الله خرج خرج خدم له التيسير خراج خراج حق الله خراج عوا ماذا عوا ماذا وعلي مشى سفيان سفيان اه مشى مشى صافي دار مع الحاجة أخلادة ببارك غوانتانام اخ صافي عوا مشى بالكفات ديالو بالطربوس كلشي اخراج صافي اخراج يا سفيان اه علي خراج انا من هذه قالوا لبا نهار قالوا لبا عرفت خالد هاو انت كاين ريتي تو وانت يا بخر حقي عرفي عوم هو حق علق وما كاينش خصو يعلي تما ما كيضرب تما راه وصافي اه
هو ديما خصو يقوز مع الحجر هو علم صافي هذا خرج ملي ما عمو شي مورا ملي ما عمو شي مورا خرج هو مساكن يخلي التيسير هو اللي كيعوم مورا صافي يا خرج هل عيد الله حسن العون صلى علّ وعلّ علّ بزاف كيش خصو يعلّي هيدا كي ضربتها مارا وصافي أنا صلى ماري تقدر تلحقوا هيدا لو قد جيرا مارين دابا تلحقوا وعلّ بزاف شكون علي أمشى أمشى الله يحسن العام مسكين العيد هذا اخوتي هادشي ما كاين تهلاو لي فراسكم عاونونا بالبارطاج باش يوصل الصوت ديال هاد الناس نهاركم مبروك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بيدي campanita y voy a ir a la playa yo me llamo Laia papá se llama papá Otman Machidad Jalad y voy a ir a la playa y yo me llamo solo Machidad mamá también solo se llama Machidad hay Jalad Machidad y luego hay Jalad Machidad y después voy a ir a la playa con Adam con Lua y con papá y con mamá vale ya está adiós. Y adiós. Yala, va. Os adiós. Quiero.